معظمنا يعيش حياة طبيعية، ولكن الكثير منا لا يعلم كيفية العيش في عالم لا نستطيع أن نسمعه، أو كيفية العيش في عالم لا نستطيع أن نراه، ويكون اعتمادنا الأساسي فيه على الحواس فقط. في مؤسسة الجالية الكلدانية نحن نفهمكم، نسمعكم عندما لا يستمع إليكم الآخرون، ونراكم عندما لا يراكم الآخرون. صممت برامجنا خصيصاً لكسر الحواجز بطريقة تراعي الحساسية الثقافية التي تدعم الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية والتنموية جنباً إلى جنب مع أسرهم. تم تصميم مركز مهارات الحياة في المؤسسة من أجل المشاركة مع التركيز على تعلم الأشياء التي نحتاج إليها في الحياة اليومية، مثل الرعاية الشخصية والتسوق وإعداد الوجبات الغذائية والبحث عن عمل. نحن ملتزمون بمساعدة الأفراد على النمو للوصول إلى أفضل حالاتهم من خلال التركيز على قدراتهم بدلاً من التركيز على إعاقاتهم. مؤسسة الجالية الكلدانية توفر برامج لتعليم اللغة الإنجليزية للمكفوفين باستخدام التكنولوجيا المساعدة، وتوفر للصم برنامجاً يجمع بين اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ولغة الإشارة الأمريكية. كما تعزز برامجنا النشاط البدني والتغذية الجيدة والعيش الصحي، ويوفر مركزنا قاعات إبداعية للفن والرقص والموسيقى. هدفنا جعل الإعاقات أقل تعقيداً، وجعل العالم طبيعي أكثر للأفراد والأسر الذين لم يعتقدوا أبداً أنهم سيكونون قادرين على العيش بشكل جيد في بلد جديد. في مؤسسة الجالية الكلدانية نحن أكثر من مجرد مركز لتقديم الخدمات، نحن نساعد الأفراد على الازدهار. اتصل بنا للحصول على الفرص المتاحة لك.